وبعدين عايز اسالك في نقطه مهمه، ليه لابس التيشيرت بالمقلوب؟ ليه اخترت ولا هو ده عدل وانت كاتب لا لا عليه؟ لا لا، انا لابسه، كنت فعلا لابسه مقلوب، حتى كله كان بيقول لي انت لابسه بالغلط، قلت لهم لا انا لابسه كده صح، ليه؟ كنت حابب ان اسم شوبير يبقى موجود يعني في الصوره. بس انت اخترت اصلا كمان الاسم يبقى شوبير مش مصطفى. هو مكتوب زي ما مكتوب في، اعتقد مش عارف الباسبور ولا في ايه، بس هو بيبقى كده. حتى انا ما بحبش اكتبها بنفس السبالنج دي، بس بتحب عادي، تكتبها هم ازاي؟ مش فارقه دي اي مش اي ار فارق. بعكسها، بس عادي يعني. فانا كنت حابب ان اسم شوبير يعني يفضل موجود تكمل الحلم بالظبط كده بتاع كابتن شوبير. وهو هيتبسط من حاجه زي دي، فحسيت ان انا هتبسطه، فعشان كده عملتها. ولما كلمته بعد الماتش قلت له انا قلت له عملت كده كده، عشان خاطرك. قلت له اعمل كده عشان خاطرك، قلت له البسها كده عشان خاطرك. خليني بقى اسالك، نرجع تاني للمباراه. خلاص احنا هنلعب المباراه التانيه، المباراه صعبه والاجواء مشدوده والاجواء مشحونه، الناس تتوقع الشناوي هيلعب، لا مصطفى هيلعب. عرفت منين ان انت مش هتلعب؟ كلام اتقال في الوقت ده يعني، والماتش خلاص مصطفى شوبير خرج بره القايمه. الحق مصطفى اتخانق مع كهربا، مصطفى اتخانق مع اتخانقت مع 3 أو 4 تقريبا. اتخانقت مع كهربا واتخانقت مع الشناوي. لا طبعا ليه بتتخانق مع ده؟ انا مش عارف، بلطجه. طيب هما ايه؟ بيفتروا عليا. طيب ايه اللي حصل؟ لا هو لا ما اعرفش بتاع الكهرباء دي، في واحد بس صاحبي بعتها لي بيقول لي انت اتخانقت مع كهرباء، كانت الساعه كانت اصلا 4، انا كنت هصلي الفجر وهنام، فاللي هو فاصلا قلت له بقول لك يلا انت شكلك عبيط، والله العظيم انت قلت لي شكلك عبيط وخفيف، فاتكل على الله عشان ايه انا ايه مش قادر. احنا في وكان النهايه يا ابني الله الله يسترها. يا عم اتكل على الله مش وقته. ماشي. بتاعت كابتن شناوي دي انا عرفتها عن طريق كابتن وائل جمعه، واحنا والماتش في اثناء الماتش، فلقيت كابتن وائل جمعه بعت لي بيقول لي الناس كاتبه 1 2 3 عشان ايه انت خرجت بره القايمه. عشان بره القايمه، خير في ايه؟ انت فعلا حصل مشكله، انت فعلا عملت مشكله؟ قلت له يا كابتن ولا اي مشاكل، قلت له اللي حصل، جينا على الفطار الصبح خلصنا فطار، الراجل قال لي عايز اقعد معاك، جابنا كلنا قال لي 1 2 3 والنهارده، وانت عملت ماتش عظيم في القاهره، بس النهارده انا لا ما شايف، تشوف، ما تاخدش تقلبها لا انا لناش، بقول لك ما تسلقها لناش بقول لك ديت اللي عشان حصل ده ماشي. موضوع قال ده. لي ان انا من وجهه، قال لي انا يعني انت عملت ماتش كويس جدا في القاهره، ولعبت ماتش مش سهل، مش اي حد يلعبه منتلي وكل حاجه، قال لي ادالك حقك المعنوي. بصراحه يعني، وقال لي بس النهارده قال لي الشناوي اللي هيلعب حافظ الالقاب طبعا، كابتن الشناوي اللي هيلعب، قال لي ان هو يعني اكسبرت وعنده من الخبرات، محتاجين الخبرات بتاعته وقال النهارده. لي ماشي. وهيبقى كابتن علي لطفي على علي لطفي يعني على الدكه، فعشان احكي الحوار بالظبط من غير القاب، هو عشان ماشي عايزه بالظبط. ماشي. لأول فقلت مرة يا جماعة عشان له حضرتك تبقوا سامعين لا، الحوار قلت له وشايفينه. رحت قلت له رديت عليه وقلت له يا كوتش تمام، ودي وجهة نظرك، طالما انت شايف ان دي وجهة نظرك صح، لو ده قرارك فانت تمام، خلاص انا في ظهرك فيه حتى لو على حسابي، لان في طالما انت لحظتها مصطفى قلت له ولا كده، قلت له كده زيته صدمة قوي ان الواحد عنده احساس انه ممكن يبقى موجود، كده وبعدين انت كده. كمان مش طبعا ممكن، انت خرجت بره القايمة كلها على بعضها. يعني الصدمة الوهلة الأولانية دي انت عارف الوش بيغير شوية. في الاول اللي هو اول ما قال لي كده، فاللي هو خلاص تمام احنا عندنا ماتش نهائي، فنعدي الماتش وعندنا ماتش وخلينا، انا مش هعمل لا كده. انا كده كده مش هعمل حاجه اصلا يعني، حتى لو مش هعمل حاجه، برافو عليك. فاللي هو كل اللي حصل اول ما قال لي كده رديت عليه قلت له كوتش لو دي وجهه نظرك فانا معاك فيها، خلاص لو انت شايف ان ده الصح فتمام انا معاك فيه. ونفس الكلمتين دول كنت قلتهم لكابتن شوقي غريب لما استبعدني من منتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي، يعني الحمد لله كان كل اللعيبه بتقول لي انت هتبقى موجود لان انت تستحق وبتتمرن كويس وبتعمل، جيت راح مناديني قال لي بص القايمه متاخره لغايه دلوقتي عشان خاطرك، قال لي يعني احنا لسه ما بعتناش اسامي، كل ده احنا موقفين عليك، كانت بينك وبين حد بس في الاخر احنا فضلنا الحد عليك. قلت له يا كابتن طالما انت شايف ان ده الصح وده قرارك فانا معاك فيه خلاص، لان انت المدير الفني. طب ما زعلتش ان انت مش هتبقى موجود في مباراة العودة في النهائي، نهائي افريقيا؟ لا اكيد طبعا زعلت، زعلت. لو ما زعلتش يبقى ما عنديش دم اصلا، ما ينفعش يعني، انت في فرق ما بين حد يزعل انه يقلب وشه ويبقى نفسيته بقى مش كويسه لزمايله والحاجات دي، وده ده بيبقى شخص منبوذ اصلا مش صح، منبوذ، وفرق ها يبوظ التيم. طبعا لو انت عندك حد زي ده بيبقى لازم تعمل خلاص اكس عليه، لان لو حد ده بيعمل يعني اجواء سلبيه في اجواء المعسكر سلبية. برافو عليك. وده مش صح، فانت لازم انت، انا اسال سؤال كابتن شناوي وكابتن علي بلاش اعكس الايه، لما انت لعبت انا ذنبي ان انا اشوفك انت ضارب لي بوز وبتعاملني وحش، انا مالي وانا اللي بلاعب نفسي، هو الكوتش قرر كذا كذا خلاص، برافو فانا عليك. اروح اقوم رايح بقى لعلي لطفي انت مش عارف ايه، ولا الكابتن شناوي ولا انت شناوي انت مش عارف ايه، لا ده مش صح، لان هو ماله اصلا بالموضوع، ملوش دعوة، ملوش دعوه، هو قرار الكوتش تقبلت خلاص، واحنا الموضوع جدا وخرجت بره القايمة. جدا هم اللي كابتن وائل جمعه قالوا لي، قال لي ان انت رفضت تقعد احتياطي، فقلت له لا انا هطلع بره القايمه، واللي حصل ان الراجل جه قال لي ان انا معايا فلان وفلان على الدكه وانت هتبقى بره، فانت وده قلت له ده اللي تمام. حصل، قلت له تمام.